طبعا المباراة يعني كنت عارف واتكلمت مع المدربين بتوعي قبل الماتش، عارف ان هي مباراة طبعا فيزيكلي تبقى جامدة قوي، وبالذات ان بول كسبني اخر 5 مرات، فالنهاردة كان مختلف. النهاردة كنت عايز اكسب طبعا وسط الجمهور، وفي وسط الجمهور طبعا في مصر، وفي الملعب ده طبعا، وفي الجونة وكل الكلام ده، كان مديني بوش طبعا اكتر ان انا اقدر ان انا ادوس من الاول خالص لحد النقطة في الماتش. بص طبعا السكواش حته الرانكينج دي بتبقى يعني مش تبقى في الحسبان قوي، كلنا مستوانا قريب قوي من بعض. بول كان رقم واحد، انا كنت رقم واحد دلوقتي، حتى الناس اللي في جوه التوب 16 برضو لعيبه تقيله قوي. فحته الرانكينج دي بتبقى بره الحسبان شويه، ممكن بالذات ان احنا كان في الفتره اللي فاتت كان في اصابات كتير، ولعيبه لسه راجعه من اصابات كانت جوه التوب 4 وتوب 5 على العالم، دلوقتي ابتدت تاني نزل شويه في الرانك، ابتدت ترجع تاني. ف بول طبعا لعيب جامد جدا، كنت عارف ان الماتش هيبقى تقيل، بس اللي غير بقى اللي هو السؤال التاني بتاعك اللي ساعدني طبعا ان انا بلعب وسط الجمهور، بشكرهم طبعا جدا على كل التشجيع اللي من اول نقطه لحد اخر نقطه، وان شاء الله اتمنى ان في الماتشات اللي جايه طبعا يبقى فيه جمهور اكتر باذن الله ان شاء الله.